من 200 عام قرر أحد الفنانين الفرنسيين العودة بالتاريخ إلى ما يقارب 2200 عام، بالتحديد إلى عام 400 قبل الميلاد، فكانت لوحته مصدر توثيق مهم لأهم التواريخ في العالم. الرسام جاك لويس ديفيد يقدم لنا لوحة موت سقراط، ولنفهمها أكثر يجب أن نعود بها إلى ما قبل الحدث الرئيسي وهو موت سقراط. هذا العمل حصرا لقناة عزازيل، قراءة كرار زيارة، كتابة وتحليل وتصميم فارس أحمد. لنعود إلى أثينا القديمة، إلى حدود عام 400 قبل الميلاد. جميعنا يعرف سقراط الفيلسوف العظيم الذي كان له الفضل في تأسيس الكثير من الطرائق الفلسفية، وربما أهمها الطريقة السقراطية الشهيرة التي كانت تقوم على جعل الشخص الذي يسأل هو من يجد الجواب، إذ حين يسأل سقراط عن أمر ما سيجيب بسؤال آخر لكي يجعل المتلقي يدرك الجواب بنفسه. سؤال سقراط يترك المجال للعقل للتفكر والانفتاح أكثر على جوانب الموضوع، وتتخذ هذه الطريقة حاليا لتنمية العقل وتوسيعه. في الواقع عندما نريد دراسة سقراط سننصدم بأن سقراط لم يكتب شيئا عن نفسه أو عن فلسفته أو طريقته في التعليم، وإنما من نقل إلينا سقراط وحياته وفلسفته هما تلميذاه إفلاطون في كتابه فايدو، الذي ذكر فيه حياة سقراط وفلسفته وطريقته في التعليم وحتى لحظاته الأخيرة وقت إعدامه الذي ألقى فيه آخر دروسه. ومن كتاب فايدو لإفلاطون استلهم الفنانون فكرة لوحاتهم للحظات الأخيرة من حياة سقراط كلوحة جاك ديفيد هذه. وأما تلميذه الآخر كسينيفون فقد نقل حياته بطريقة مختلفة ومحايدة أكثر من إفلاطون، لكونه مؤرخا وليس فيلسوفا كإفلاطون. كان سقراط فيلسوف الشباب، أحبه الشباب للين عقله ورفضه الأساليب الغير عقلانية للحكومة. كان ناكرا لأفكار الكهنة والطقوس المفرطة، حاول فصل هذه الأمور عن التحكم بالإنسان، وهذا ما صنع له أعداء كثيرين من دولة أثينا. لكن هذه الأمور ليست السبب الحقيقي خلف نهاية سقراط المؤسفة. لقد كان سقراط صوت الرفض لسياسات الدولة وأحكامها وجرائمها حتى أصبح مصدر إزعاج لهم. إن الأسباب كثيرة ومختلفة، ومن بينها أن الطغاة أمروا بإعدام الجنرالات الذين فشلوا في استعادة موتاهم بعد معركتهم مع سبارتا، وكان سقراط هو المعارض الوحيد لهذا الحكم التعسفي، وبسبب اتباع الشباب له سبب هذا الأمر ضجة. وبعد 3 سنوات طلبت السلطات الإغريقية من سقراط المشاركة في اعتقال ليون سلاميس وإعدامه فرفض، فاعتبروا هذا الأمر عصيانا مدنيا يستوجب العقاب. فمع أنه تمت الإطاحة بالطغاة في أثينا قبل الحكم على سقراط، فقد حكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم فيه عام 399 قبل الميلاد بتهمة إفساد عقول الشباب والتلاعب بالدين. وقد ذكر إفلاطون في كتابه اعتذار سقراط إنه دافع عن نفسه ومبادئه وأفكاره ببسالة أمام هيئة المحلفين، ولكنه في النهاية قبل بحكمهم بهدوء ونطق جملته المشهورة في لحظاته الأخيرة: الحياة التي تخلو من التجارب لا تستحق العيش فيها. سأضع لكم في الوصف رابط خطبة سقراط الأخيرة بصوت المبدع خالد عبد العزيز. توالت السنون وكان هذا العمل التاريخي خالدا في أذهان البشرية، فظهرت الكثير من الأعمال تجسد حياة سقراط، لكن تبقى أشهرها لوحة موت سقراط للرسام الفرنسي جاك لويس ديفيد، لتكون أيقونة لقصة حياة أكبر الفلاسفة عبر التاريخ، ولتكون مصدر إلهام فيما بعد. وإن هذا العمل الذي نقدمه الآن في قناة عزازيل تم استلهامه من هذه اللوحة المبهرة. لوحة موت سقراط رسمها لويس ديفيد عام 1787. رسم لويس ديفيد لوحة موت سقراط على عكس أسلوبه في الرسم في بداية ظهوره، والذي كان يضفي عليه البهرجة والاهتمام بالألوان والمشاهد التي تركز على الجمال والنبلاء والملابس الفضفاضة، وكان هذا هو الأسلوب الرائج حينها وكان يسمى بالروكوكو. تغيرت توجهات لويس ديفيد فيما بعد،
فظهرت الحركة التي تسمى نيو كلاسيك بما معناه الكلاسيكية الجديدة، أعادوا فيها رسم اللوحات على الأسلوب الروماني كرسم الأجساد العضلية البارزة كما في التماثيل الرومانية السابقة، والتوجه نحو رسم المشاعر والملاحم بأسلوب درامي خال من التزويق ورسم خطوط مستقيمة وجعل التناظر والأعداد والرموز القوية في اللوحات كما في لوحة قسم الهوراتي. عرضت اللوحة للمرة الأولى في معرض صالون باريس عام 1787 للميلاد، وتوجد اللوحة حاليا في متحف المتروبوليتان في نيويورك في أمريكا. واتضح فيما بعد إن اللوحة تم التخطيط لها قبل 5 سنوات من تاريخ رسمها، فقد وجدت مسودة لتخطيط اللوحة رسمت في عام 1782. تظهر لوحة موت سقراط رجلا بلباس أبيض وجسد قوي ذو عضلات يجلس في المركز ويرفع إصبعه للأعلى وكأنه يخطب أو يلقي درسا. إنه سقراط يستعد لأخذ الكأس المليء بسم شكران الأبقع من الرجل الذي يرتدي اللون الأحمر، وهو في الحقيقة أحد تلاميذ سقراط. من الواضح إنه يشيح وجهه بيأس وألم عن وجه سقراط عند تسليمه الكأس، فهو مجبر وإن الحكم قد وقع. إن هذه النهاية جاءت عكس إرادتهم. إن رداء سقراط هو الرداء الأبيض إشارة إلى نقائه وجانب الخير والفضيلة فيه وإلى حكمته أيضا، وفي المقابل الساقي بردائه الأحمر إشارة إلى لون الحكم بالإعدام. من أكثر الأمور الملفتة في اللوحة هو جسد سقراط، حيث أعدم سقراط في عمر 70، وهذا الجسد المرسوم في اللوحة لا يتناسب مع جسد شخص في 70 من عمره، حيث تصوره الرسمة كشخص قوي ذو عضلات ومن دون تجاعيد، وهذا ما تتميز به الحركة النيوكلاسيكية في تجسيد الأجسام بصورة مثالية وفي إزالة كل العيوب من الجسد بالضبط كما كان يفعل نحاتو الروم والإغريق القدماء. من الجدير بالذكر أن عدد الحضور وقت إعدام سقراط كان 15 شخصا، لكن جاك قلص عددهم إلى 12 شخصا فقط، هي إشارة وإعادة تجسيد للوحة العشاء الأخير، فكما رأينا في العشاء الأخير 12 تابعا للمسيح، وإن المسيح هو رقم 13 يقبع في منتصفهم، كذلك هنا نرى سقراط في المنتصف وربما هو رمزية إلى نفس نبل الحدث، إذ إن المسيح حينها أخبر تلاميذه إنه سيتم قتله وأوصاهم بالصبر، هنا يقف سقراط وهو يتجرع الموت في وسط تلاميذه بكل قوة وشموخ ليعطيهم درسه الأخير. إن الموت لا يخيف الفيلسوف، وإن المبدأ أهم من الحياة ذاتها. يمكن أن نلاحظ إن المكان هو السجن، وإن الشبابيك الحديدية والأغلال في الأرض والجدران وطريقة صقلها هي إشارة إلى السجن. هنالك رجل يضع يده على فخذ سقراط وملامح الحزن واضحة عليه، إنه كريتو أقدم وأوفى تلاميذ سقراط، وضع يده على قدم سقراط في محاولة للتخفيف عنه. رغم الحزن الشديد البادي على كريتو وإيقانه التام لهذه الخسارة الكبيرة، يجلس كريتو على حجر لو ركزنا جيدا لاستطعنا رؤية إن لويس ديفيد قد وقع اسمه عليه. يرجح المحللون إن توقيع جاك في هذا المكان على مقعد كريتو، إلا أن جاك يعتبر كريتو الأقرب إليه والأكثر شبها به، حيث يقول الكاتب فيكتور مولر إن جاك يرى نفسه كشخص متمسك بمبادئ وأفكار سقراط بالضبط كطالبه كريتو الذي يمسك فخذ سقراط بقوة كناية عن تمسكه بسقراط ومبادئه. هناك توقيع آخر هو على الحجر الذي يجلس عليه إفلاطون مكتوبا عليه إيلدي. يرجح البعض سبب التوقيع هنا إلى أن لويس ديفيد قد أخذ هذا المشهد من وصف إفلاطون له في كتاب فايدو. وفي الخلف نستطيع أن نرى شخصا يصعد الدرج بملامح حزينة ويلوح بيده إنها كزانثيبي زوجة سقراط، وهي خارجة من السجن بعد أن ودعت زوجها. نرى في الخلف أيضا أحد تلاميذ سقراط ذو شعر مجعد بني ولباس أزرق، وجهه إلى الحائط رافعا يديه شديد الحزن في حالة نحيب، إنه أبولودوروس، وقد طرده سقراط من قاعة الإعدام بسبب حزنه ونحيبه الشديد. لو أردنا قراءة اللوحة من اليمين سنرى المشهد التالي. في أقصى اليمين مجموعة من تلاميذ سقراط ومحبيه ينتحبون حزينين على هذه الفاجعة، وبعدهم نرى كريتو وهو الأكثر هدوءا من المجموعة والأكثر حكمة،
يتلوه سقراط بحركة إصبعيه لتقديم درسه الأخير، وهو الثبات على المبدأ وتقبله للموت. بعدها نرى تلاقي الأيدي وتقديم كأس السم لسقراط. بعدها نرى تلميذه الذي يقدم له الكأس بحزن. وفي يسار الصورة نرى رجلا كبيرا أشيب يرتدي اللون الأبيض، يجلس على مؤخرة السرير ويدير رأسه بعيدا عن المشهد. إنه إفلاطون. إنه إفلاطون الكاتب لكتاب فايدو، الذي ذكر فيه حياة سقراط وفلسفته وموته، وذكر أيضا تفاصيل مشهد الإعدام والأشخاص الحاضرين هناك، حيث تستطيع أن ترى في أسفل الصورة أوراقا وعلب حبر وريشة كتابة، وهي كناية عن كتاب فايدو الذي كتبه إفلاطون في ذكر سيرة حياة سقراط. في الواقع إن إفلاطون لم يحضر إعدام سقراط، ولم يكن كبيرا في السن وقت إعدامه، وإنما كان بعمر 29 فقط. لهذا يذهب البعض لقراءة المشهد من اليسار إلى اليمين، مؤكدين أن المشهد هو عبارة عن ذكريات إفلاطون وتصوراته للواقعة، وإن مشهد موت سقراط قد كتبه إفلاطون بعد أن أصبح كبيرا في السن. فهذا المشهد في الخلف ما هو إلا إنعكاس لذكريات إفلاطون إثناء كتابته لسيرة سقراط. وهنا في المشهد وهذه الحركة الذكية تبرز براعة جاك لويس ديفيد في رسم الفكرة بدقة عالية. يجب أن نذكر أن لويس ديفيد قد وضع آلة موسيقية عند قدم سقراط على السرير، ليشير إلى كون سقراط رمزية للفن والجمال والسلام أيضا، وهذا دليل تأثر الرسام بالفيلسوف واحترامه له. أن ألوان اللوحة متباينة في تركيز الألوان، حيث تكون الألوان أكثر إشباعا وإشعاعا في مركز اللوحة عند مشهد سقراط وكأس السم، لأنه بطل اللوحة وبطل القصة، ولجعل المشاهد يركز عليه بينما يقل الضوء وتبهت الألوان كلما انتقلنا إلى جوانب اللوحة التي تمتلئ بالشخصيات الثانوية. وعلى نسق مدرسة النيو كلاسيك تم رسم لوحة موت سقراط بحنكة خاصة بشكل ناعم وبألوان درامية بين الرمادي والأصفر الداكن وبمستقيمات وزوايا خاصة، فكان أسلوب الرسام يركز على الزوايا في الشخصيات، فيرسم الشخصية المهمة كسقراط بزوايا حادة وقائمة ليظهر قوته وشجاعته. أما الشخصيات الثانوية فتظهر ضعيفة ومنحنية وتخلو من الاستقامة، وكذلك رسم الضوء بشكل مستقيم، وهذا ما نلاحظه على الجدران حيث أن زاوية الضوء مائلة. وهنا نأتي للخاتمة ولأثر اللوحة. فإن كنت تظن أن البعد الرئيسي للوحة التاريخي يصور حدث موت سقراط فأنت مخطئ. إن اللوحة مراد سياسي دفين. إن لويس ديفيد بجانب كونه رساما محنكا إلا أنه سياسي أيضا ومتحدث، حتى أنه بعد الثورة شارك بوضع القوانين وساعد الثورة بأفكاره وحنكته، فكان له أثر كبير بتكوين فرنسا الحالية. فليس سبب رسم هذه اللوحة هو تمجيد لسقراط أو الحدث، وإنما لتمجيد الفكرة التي يحملها هذا الحدث، وهو موت سقراط في سبيل الدفاع عن أفكاره ومبادئه وعدم التخلي عنها. كانت اللوحة دافعا للثوار الفرنسيين للموت من أجل مبادئهم وسعيهم للحرية وإزالة الحكم الملكي المستبد حينها، وأيضا الثورة من أجل المبادئ الأخلاقية لا لأجل السلطة والأرض. كانت اللوحة إشارة إلى الثورة من أجل الخير. وبالفعل بدأت الثورة الفرنسية بعد سنتين من رسم هذه اللوحة، وعرفت هذه اللوحة عالميا كرمز للثورة ضد الظلم والاستبداد. وكعادة الفن والفنان كونهما رسالة لتحسين الواقع ولتغيير الوعي، فالعالم بحاجة لهكذا رسائل قوية لتدشين العقل بالأفكار النيرة، فهذه اللوحة يمكن تقديمها كدافع لجميع ثوار العالم، ومن بينهم ثورة تشرين الأخيرة. كان المبدأ أهم من أي شيء. هنا يكمن سبب تفضيلي للوحة موت سقراط وجعلها رقم واحد بالنسبة إلي، فأنا من أشد المعجبين بمبادئ سقراط وأيضا بسبب مبدأ اللوحة، لأنني لطالما فضلت الموت على المبدأ، وأيضا لذكاء الرسام وحنكته ولكونها عملا ثوريا لا يمكن تكراره. في النهاية نرجو مساعدتكم في مشاركة ونشر الفيديو ووضع لايك وإعطائنا رأيك به في التعليقات ومتابعة القناة. لا تنسوا مشاهدة مقطع فيديو خطبة سقراط الأخيرة الذي تم وضعه في الوصف،
وتابعوا صفحتنا على الانستغرام أيضا، رابطها في الوصف. قراءة كرار زيارة، الكتابة والطرح والتصميم فارس أحمد. شكرا لكم ومع